بكم طلبة مدرسة المنتزه الخاصة، معاكم ميس آية، وهنحل تدريبات درس دولة المماليك. قلنا المماليك هي مجموعة أجناس مختلفة جلبهم الأيوبيين من أسواق الرقيق وأسرى الحروب للاستعانة بهم في الجيش أو في حراسة السلاطين. وقلنا قيام دولة المماليك، قلنا أمراء المماليك دبروا مؤامرة لقتل آخر سلاطين الأيوبيين هو توران شاه. يبقى السؤال الأول أكمل، مجموعة من الأجناس جلبهم الأيوبيين من أسواق الرقيق وأسرى الحروب هم المماليك. أصبح واصيا على المنصور علي لصغر سنه، طبعا سيف الدين قدس. تم تخريب بغداد وحرق الكتب وألقاها في نهر، قلنا ألقوها في نهر دجلة. يبقى تم طبعا على يد المغول طبعا دمروا عاصمة الدولة العباسية بغداد، وقتلوا الخليفة العباسي المستعصم، وطبعا حرقوا الكتب وألقوها في نهر دجلة. رقم 4، أسس بيبرس المدرسة الظاهرية ومسجد الظاهر بيبرس. عمل المدرسة الظاهرية بالقاهرة وعمل مسجد الشهير المعروف باسم مسجد الظاهر بيبرس. هزم العثمانيين المماليك في معركتي مرج دابق ريدانية، مرج دابق فين في الشام، ريدانية في مصر، مرج دابق ريدانية مصر ولاية عثمانية. يعني لما يقول لي ما النتائج المترتبة على معركة الريدانية، أصبحت مصر ولاية عثمانية وانتهاء دولة المماليك. السؤال التاني صح أو غلط، أصبح لمصر مكانة عالية في عهد المماليك، طبعا صح. وقلنا أصبح لمصر مكانة عالية لأن هم طبعا سياسيا استطاعوا أن هم يتصدوا للخطر المغولي وحموا العالم الإسلامي كله من الوجود الصليبي، وتم تصفية الوجود الصليبي كمان في عهد المماليك. أحيا قدس الخلافة العباسية مرة أخرى في مصر، غلط، مش قدس، قلنا الظاهر بيبرس. كانت معركة حطين حدا فاصلا بين المسلمين والمغول، غلط، قلنا المسلمين والمغول حاربوا بعض في معركة اسمها معركة عين جالوت، والأطراف كان المسلمين بقيادة سيف الدين قدس ضد المغول. كان قتل الخليفة العباسي المعتصم على يد المغول، قلنا اسمه المستعصم، غلط، مش المعتصم، المستعصم. كانت القاهرة عاصمة الحكم المملوكي، صح، قلنا القاهرة كانت عاصمة الحكم المملوكي. طيب السؤال الثالث، من هو رفض الخليفة العباسي توليتها حكم مصر شجر الدر، مؤسس دولة المماليك في مصر عز الدين أيبك. رقم 3، تم عزله لأنه صغير السن، المنصور علي. استطاع التصدي للمغول وهزيمتهم في عين جالوت، سيف الدين قدس. الحاكم الأعظم ومؤسس دولة المغول، قلنا الحاكم الأعظم هو جنكيز خان، وهو اللي وحد قبائل المغول على يده، ولكن هولاكو هو اللي أسقط الخلافة العباسية ودمر الخلافة بغداد أو عاصمة الخلافة بغداد. رقم 6، استطاع إسقاط بغداد وقتل الخليفة العباسي، قلنا هولاكو. آخر خليفة عباسي قتل في بغداد، قلنا اسمه المستعصم. رقم 8، استطاع أن يسترد أنطاكيا أقوى إمارة صليبية، قلنا الظاهر بيبرس هو استرد إمارة أنطاكيا وهي أقوى الإمارات الصليبية. اهتم بإقامة حضارة عمرانية، قلنا أول ما شوف كلمة نهضة عمرانية نون نون، الناصر محمد، السلطان الناصر محمد ابن قلاوون، الناصر محمد. أول ما شوف قام بتصفية الوجود الصليبي هختار الأشرف خليل، الأشرف خليل. بعد كده عندي السؤال رقم 11، فأكمل، صاحب الممارستان الذي أنشئ في عهد المماليك قلاوون المنصوري، اكتشفوا طريق تجاري، طبعا اللي اكتشف طريق رأس رجاء الصالح البرتغال. استطاع هزيمة المماليك وجعل مصر ولاية عثمانية سليم الأول، بما تفسر عزل قدس للمنصور علي لحاكم الدولة، لحاكم قوي يتصدى لخطر المغول. احتلت مصر مركز الصدارة في العالم الإسلامي، طبعا بسبب ان هم طبعا تصدوا لخطرين، المغول والصليبيين، تصدوا ليه؟ ايه طبعا تصفية الوجود الصليبي، وكمان تصدى سيف الدين قدس للمغول وانتصر عليهم في معركة عين جالوت. طيب تدهورت احوال المماليك اقتصاديا، قلنا تدهور احوال المماليك اقتصاديا بسبب اكتشاف البرتغال طريق رأس الرجاء الصالح، وقلنا طريق رأس الرجاء الصالح ده تحولت التجارة بين الشرق والغرب اليه دون المرور بمصر.
السؤال الخامس: ما النتائج المترتبة على دخول المغول بغداد؟ لما المغول دخلوا بغداد قتلوا الخليفة العباسي المستعصم وأنهوا خالص وأسقطوا الخلافة العباسية، تخريب البلاد وقتل آلاف من الرجال والنساء، هدم المساجد طبعا وحرق الكتب وألقوها في نهر دجلة. يا ولاد ألقوها في نهر إيه؟ دجلة. أما معركة عين جالوت نتائجها انتصار طبعا المسلمين وهزيمة المغول هزيمة ساحقة. أما موقعة الردانية قلنا مرج ضابق ريدانية مصر ولاية عثمانية، مرج ضابق ريدانية مصر ولاية عثمانية، يبقى موقعة الردانية انتهاء دولة المماليك وانتهاء الخلافة العباسية وأصبحت مصر ولاية عثمانية. قارن بين معركة حطين وعين جالوت من حيث الأطراف والأسباب والنتائج. احنا عندنا معركة عين جالوت أطرافها المسلمين بقيادة سيف الدين قدس والمغول، أسبابها أن احنا بندافع عن مصر والبلاد الإسلامية من احتلال المغول. طب نتائجها طبعا انتصار المسلمين وهزيمة المغول هزيمة ساحقة. أما معركة حطين أطرافها المسلمين بقيادة صلاح الدين ضد طبعا الصليبيين، ليه أسباب المعركة؟ بسبب اعتداء أمراء الصليبيين خاصة إرناط أمير حصن الكرك على المسلمين، حيث كانوا بيعترضوا قوافل الحجاج ويستولوا عليها ويقتلوها. طب النتائج انتصار المسلمين على الصليبيين، أسر ملك بيت المقدس وإرناط أمير حسن الكرك، ولكن صلاح الدين في النهاية هيعفي عن ملك بيت المقدس بس هيقتل إرناط وهيتوجه لتخليص بيت المقدس.